صباح الخير من جامعة الروح القدس لبنان. هالسنة بنحتفل بالعيد 30 لليونيماد. 30 سنة، يعني تقريبا أكثر من 10,000 يوم من الجهد والمثابرة والنشاطات. أكيد في كتير أوجه نقدر نذكرها بهالمناسبة، ولكن رح أقول ثلاثة منهم. أولا، التحالف الاستراتيجي لليونيماد وشبكة الامتياز والتميز بين كتير جامعات وكتير دول. 2، الإرادة الصلبة يلي بتتمتع فيها اليونيماد من أجل تغيير إيجابي وتغيير مستدام من خلال النشاطات. 3، الانعكاس الفعال يلي بتتركه اليونيماد على كل عضو من أعضاء الجامعات. أكيد بهالمناسبة بكل بساطة هي أهميتها لوجود اليونيماد وفعاليتها. إذن اليوم منحتفل بهالمناسبة بإنجازات مبارح تنطلع لمستقبل أفضل.